الحمد لله. في دراسه اجريت مؤخرا وجدوا ان الانسان العادي يفحص التنبيهات في هاتفه المحمول 5427 مره في اليوم يقضي ما بين 76 و132 جلسه تصفح بمعدل خمس ساعات يوميا يعني ثلث وقت استيقاظه. طيب هل هذه فيما ينفع في الدنيا والاخره؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ الكفار يتندمون يوم القيامة والله يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا